اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم رانا 25 نوفمبر اللي يمثل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. على هذا تبعوا معنا واش يقولون المواطنين الجزائريين على الظاهرة في المجتمع تاعنا. اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر. صراحة في مجتمعنا راكي تشوفي مازالها الظاهرة؟ نو نشوفها نقصت بزاف. انايا انا نشوف راه كاين العنف ضد الرجل اكثر من ضد المرأة. فتنا القرن العشرين والى يومنا هذا نهضروا على بلادنا مازال كاين عنف ضد المرأة. دايوغ ما رانيش بعيدة صباح برك كان معايا جرى معايا واحد ان كومبورتمون انابروبري في لاكار دو تران مع واحد السيد. عنف نقدروا نقولوا عنف بالكلام، يقعد دائما عنف جوز يرمي لك كلمه هكذا هذيك من قل التربيه. هذا نعتبروه عنف ثاني. ولو كان تقول له علاش راك تقول له واه يشرشي راه بالك يوصل يضربها. تدخل للدار تلقى الزوج والزوجه العنف يضربها يحقرها يدير لها حوايج اللي ما يحبهمش ربي سبحانه. كاين الاخ لاخته بالك تروح تخدم وتعطي له المصروف وزيد تاخذ طريحه من الفوق. دوكا جاب لي ربي المراه ولات كي الراجل اكثر من الراجل. يعني عندها حقوق تحميها. يعني عندها حقوق تحميها، عندها حقوق يعني خير من زمان، خير من بكري. ما عندهاش كلمه. عندها حقوق تحميها. لا لا. عندها حقوق، بصح ما تبقوهاش هاد الحقوق، ما تبقاتش، انا نسمعوا بها بصح تتبقى ما شفنا والو. دير قانون وما تنفذوش، هذا هو المشكل. خويا العزيز انا بور موا ماني شوف حتى قانون وما كاش حاجه اللي راهي تحمي. ما كاش حاجه تحمي المراه. ما كاش حاجه اللي راهي تحمي. قوانين حمايه المراه. وين راهم؟ لازم لهم شويه عنف. راك تشوف بلي هاد المراه هي يماك هي اختك هي. لا 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 لا, لا ماشي كيف كيف يا اخو. حنا نهضروا على عنف ماشي ما لحقناش الامهات والاخوات وكدايا. انا نهضروا في الزوجه يا اخو. الزوجه يا اخو مين داك مليح ليها العنف يا اخو. علاش تضرب المراه؟ جابت المرأة جابت سيد الخلق، جابت صنعة الحضارة، وقفت مع الثورة، وقفت مع مازلنا نضربوا في المرأة. المرجع أنت أنا هو المرجع الديني. حنا مسلمين واللي يضبطنا هو الضابط الشرعي. حنا ما سمعناش باللي ولا قرينا ولا تعلمنا ولا بأن خير الخلق عليه الصلاة والسلام أنا ضرب الأزواج نتاعه. كاين راجل يدخل مع لاباس زعف تاع برا مع صحابه يردوا في مرته، يردوا على ولاده. علاش المرأة تسمعيش كلام؟ مازال الأخ يضرب أخته، مازال الراجل يضرب المرأة، وكيما تلقاش وين تروح ولا سي أوبليجي تسكت ما تقدر تشكي لحتى واحد. العنف اللفظي يعني من طرف الزوج والإهانة والضرب. كاين عنف يسمى بالعنف المعنوي. لو فات كي تجي مرأة تهضر معانا ولا ونتجاهلوها هذا يسمى عنف. ماشي لازم نتحاكموا معاها ولا نضربوها. لو فات اللي نتجاهلوا مرا ما نهضروش معاها ولا ندوروا راسنا عليها هذا يسمى عنف. وليا يعني كان هوديه وكانوا يحترموا النساء كلكو سوا وضعيتها. او كونترير كان الرجل الجزائري يالي او سكور دو لا فام الجيريان كلكو سوا سا كونديسيون. باغ اكزومبل كي يجي واحد يتبلاك يكون في لي بروبو تاعو في الهضره تاعو يكون عنيف. كاين ميم اللي يجي يضربوه درك راهو طاق على منطاق. صراحه كاش نهار تعرضتي للعنف انت؟ بالك كنت صغيره بالك درك لا خويا. الزوجه تعمل وهو لا يعمل، يفرض عليها باش تعطي له الشاريه تاعها ودراهم تاعها. هذا عنف. عنف كاين العنف اللفظي كاين المعنوي كاين العنف المادي. تبي ربي دوكا الراجل يفهم بوكو فيس لا فام في رايي. بون راني كيما قال واحد راني ام وراني عندي ولادي كبار وكامل مانيش نشوف كيما كانت المراه. صح كانت بكري كان بيضوكا جولي ربي راهي كونتخير تولي بالراجل مسكين ولا يحفز على حقوقه ويخليها هي تدير رايها جولي ربي. هي الاخت هي الزوجه هي المعلمه هي كلش. وبلا بدون المراه لا يمكن المجتمع ان يكزيست. ما يقدرش المجتمع يكزيست بلا المراه. On a consacré une journée. Le mara, c'est noble. C'est déjà des gens, on a donné l'importance. Qui dit que le mara, la violence à le mara. Parce que le mara, il y a l'homme. Ou l'homme, il y a le madrasa. En 2016, normalement, ils sont égaux. L'homme et la femme sont égaux. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une sawasie. Tu m'as dit qu'il faut respecter le mara. Il y a l'assas du mujtama. Qui te drape le mara? C'est l'autodestruction. Nous avons fait une fousse, une fousse. Tu as compris? رانا نحطمو في المجتمع. مثال راه كاين اسمه اداب الطريق. حنا نشوفوا اداب الطريق
الانسان كما يمريش على امه واخته والزوجه نتاعه ما يدناش على الناس بنات الناس. العنف ضد المراه في المجتمع الجزائري ما شكيتش ما موش اكزيستي. المراه بدات تدير حقوق تاعها بوغ لو مومون. نظن بلي كاين عنف ضد الرجل مش ضد المراه. شفت ما بين زوج وزوجه المراه ردت تشاقر راجلها. سواء المجتمع سواء المراه متلقه كيما انا سواء المراه متلقه ما عندهاش حقوق ما عندهاش كلمه مع المجتمع يحقروها ما يخلوهاش تعيش كيما تحب هي. كاين عنف في العمل كاين تصرفات في العمل كاين التفريقه ما بين الرجل والمراه على مستوى العمل. مشاهدينا كالعاده نمروا لفقرتنا الثانيه في البرنامج واللي هي الميكروفون ليك. تبعوا معنا كيفاش كان سؤال المواطن نهار اليوم وكيفاش كانت الإجابة تاعها؟ نسأل الشعب الجزائري علاش الطلاق أكثر في هذه البلاد ولا ما يصدقش الزواج؟ علاش كثر الطلاق في الجزائر؟ باسكو يتزوجوا عباد ما يعرفوش لا ريسبونسابيليتي. فيسبوك والله غير هو سبها يا خو. ما كاش النية بين لي دو كوتي في زوج ولاو يشوفوا بوكو بلوس الماتيريال. كثر الطمع كثر الطمع وكثر الكذب. كي يتزوجوا يتلاقاو في لو ميم توا التملي يبداو المشاكل كل واحد يبان على حقيقته يطيح الماسك. ولو يتزوجوا وما كانش حبين هادوم الراجل ولا يتزوج ما يحبش مرتو خو باسكو عنده عشره قديمه مع طفله وما داهاش. دي فوا تدخل لا ثوازيام بارت اون ثوازيام بيرسون في الوسط. علاج لي فوس بروميس يتزوجوا صغار وي عم يتزوجوا بزاف صغار نسمعوا بهم 23 زون 22 زون يتزوجوا ما يعرفوش ماشي كيما تاع بكري. سوء تفاهم في اختيار الزوجة الصالحة. مشاهدينا لحقنا لنهاية البرنامج. أنا ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا أوفياء لينا وما تنساوش إذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتوا لنا عبر البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. سلام.